basic association، يعني كل اللي نتعلم انه في guideline او بروتوكول لكل منظمه عالميه لتخصص معين. فاليوم رح نتبع البروتوكولز اللي هي American Heart Association، اللي هي بنسميها منظمة الصحة القلبية يعني الأمريكية. طبعا نبدأ بس بتعريف بسيط أو إعادة بسيطة إنه أنا إيش الجروبز أوف أنتي هايبرتنسيف. الآن الخيارات الموجودة أمامي أنا كطبيب وبدي أعالج هايبرتنسيف patients سواء with another comorbidity or with only hypertension. هلا we have all of these options. inhibitor أو ARC عن ARB اللي هي البدائل، calcium channel blocker, alpha blocker with centrally acting with direct vasodilator. هلا بالنسبة للديوريتيك what's the practical considerations when I have to consider diuretic as the first line. هلا إجمالا الديوريتيك is the first line of anti-hyper. هو أول شيء ببدأ فيه، يعني أول ما بكتشف إنه البيشنت pre-stage we have to start with diuretic unless it's contraindicated. يعني نختار إحنا الجروب الصح، يعني إذا في عنده gautry I will use مثلاً الثيازيد with the lower dose. أنا كل حالات الهايبرتنشن رح يشتغل، يعني with other comorbidity رح يشتغل عندي diuretic. لكن إذا كان عنده drop in renal function هون بيصير عندي ineffective. ممكن واحد منهم بس اللي بيشتغل هو الفروسيمايد، فبالتالي رح يقل الإفكاسي تبعته والبوتنسي الإفكاسي أكتر للديوريتكس if the patient have dropped or decreased in the renal function. Why diuretic is the first line؟ حكينا إنه preferred لأنه بقلل عندي الصوديوم، بقلل elasticity by long term use. It will decrease أو drop يعني smoothly in the blood pressure. في حالة معينة يمكن ما طرقتوا لها، بتعرفوا شو يعني isolated systolic hypertension؟ Isolated systolic. Yeah. What's this type of hypertension? نمطك محددة. Isolated systolic. Systolic. ركزوا لي على كلمة isolated systolic. هلا في بعض الحالات بيكون عندنا ال elderly أكتر شيء إنه عنده يعني systolic 180. ما سمعتك. بيكون abnormal بالsystolic بينما الدايستوليك طبيعي. Excellent. رائع. هو هذا اللي بدي احكي، السيستوليك بيكون عالي جدا والديستوليك اما نورمال او لو، نتطلع اما نورمال او لو ممكن يكون 70. فبالتالي هاي الحاله ما بنسميها هايبرتنشن، بنسميها ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. هاي يعني هاي مهم كثير بالتفرقه بينها وبين النورمال هايبرتنشن. هلا هاي الحاله انا ممكن مرت معي بالدكتوره حالتين فكثير نادره، لكن علاجها كمان إلها حلين. هلا نتفق إما diuretic أو السكند لاين وهو كالسيوم شانل بلوكر، ما بينفع له أي شيء تاني. إذا بالنسبة للإيزوليتد سيستوليك هايبرتنشن يعتبر الديوريتيك is very useful in these patients. السكندلي ممكن أضيف الكالسيوم شانل بلوكر. أوكي طبعا الديوريتيك مهم جدا في هاي الحالة، مهم في الكونجستيف هارت فيلر. Congestive heart failure. لو بنرجع للميكانيزم، أنا شو يعني congestive heart failure؟ No ejection fraction أو low ejection fraction. فبالتالي low blood flow to the renal. الرينال رح يعمل ردة فعل، رح يفرز الرينين، رح يفرز الألدوستيرون. الألدوستيرون رح يجمع لي سوائل peripheral edema and pulmonary edema. Whenever it is the edema لازم أستخدم diuretic. فالcongestive heart failure لازم مرافق لإله diuretic حتى ما يتكون عنده سوائل في جسمه. وإحنا متفقين عليها انه الكونجستيف هارت فيلر الديوريتيك مانديتوري ايفن هي از نوت هايبر تنسيف. اوكي طيب هلا اللي حكينا الديوريتيك از كان بي كومبايند وذ اني اذر ميديكيشن انتي هايبر تنسيف، يعني ممكن اضيف الديوريتيك مع ديوريتيك، الثيازايد جروب مع البوتاسيوم سبيرنج ذي ار سينرجيزم وما بيعملوا لي هايبر كاليميا. They have synergistic activity. واحد زائد واحد أكثر من اثنين. فبالتالي they can be combined. They can be combined with any other class. يعني ممكن أضيفهم للبيتا بلوكر، للألفا بلوكر، لأي مجموعة ما في عندي مشكلة. فالديوريتيك يعتبر أول قاعدة أساسية بشتغل عليها. نضفناها للهايبرتنشن. نطلع على المونيتورينج. المونيتورينج عندي ثلاث أمور من الله مركزين عليهم. كيف الجلوكوز، الجاوت، اليوريك أسيد،
وانه رينال فانكشن يضلها نورمال، ما بدنا يصير في عندي لو نورمال فانكشن، لانه وانس ذا رينال فانكشن ديكريز الافيكاسي تبعت الديوريتيك بتقل وبصير السايد افكت اكثر. طيب بيتا بلوكر، بيتا بلوكر يعتبر فيرست لاين اولسو اف ذا بيشنت هاف ام اي افتر ام اي او بوست ام اي او بيشنت عنده كارديوميوباثي تضخم او بوست انجينا، المفروض انه ينضاف البيتا بلوكر. اذا بيتا بلوكر يعتبر فيرست لاين. هلا بيشنت عنده هايبرتنشن، يانج بيشنت مباشره نون اوبيس، اتفقنا انه نون اوبيس ويانج السيمباثيتك تون ان ذيس بيشنت دي ار هاير ذان الدرلي. انا ما بفضل البيتا بلوكر للالدرلي بيشنت لانه احنا حكينا السنسيتيفيتي اوف ريسبتورز ار ديفرنت، فبيعطيني ديفرنت رياكشن، ممكن تكون لوور ممكن تكون هاير سايد افكت. فبالتالي يعتبر البيتا بلوكر الفيرست لاين وذ دايوريتيك ان بيشنت يانج بيشنت. نعتبر اليانج حسب التعريف الـ WHO هو اقل من 45 او بحدود ال 45، لانه حتى التعريف الثاني انه يعتبروا الميدل ايج من 45 لل 65. هلا الالدرلي بتعريفهم اكثر من 65 years old، فاليانج معناته اليانج حتى لعمر ال 45 سنه. طبعا البيتا بلوكر نعرف انه هو دوز ريليتد ريسبونس اتس سيلكتيف، يعني انا ميتوبرولول بتوقع انه سيلكتيف، طب مش ممكن ياثر لي على اللانج ولا يعمل لي الازمه. ميوت بليز، ميوت يور مايكس. فالان اذا انا جبت الدوز ممكن يصير في عندي لوست اوف سيلكتيفيتي. الان برجع بعيد، الكارديو سيلكتيف بيتا بلوكر دي ار كارديو سيلكتيف، دي ار بيتا 1 بلوكر، بات اف اي انكريز ذا دوز دي مي عندي على الازمه، وبالتالي ايش بيصير على بيعمل برونكو كونستريكشن وكان انديوس ازمه. هلا هي اكثر الحالات رح يلاحظوها البيشنت اصلا، تمام. القاعده اللي نحن بنمشي عليها بالبيتا بلوكر، القاعده اللي بنمشي عليها بالبيتا بلوكر ستارت سلو لو اند كيب سلو. القاعده هاي معناها انا ما مستحيل ابدا بالبيتا بلوكر اللي انا التارجت لإلي 150 ميتوبرولول، اذا التارجت هاد مستحيل ابدا فيه من 150، راح ابدا من 25 جرادوال انكريز افري اذر ويك، وراح نزيد تقريبا اللي هي دبل ذا دوز 25 50 بعدين ممكن 75، يعني ممكن نزيد جرادوالي حتى مع. طبعا انا ما بقدر اعطي قاعده هون اساسيه لانه حسب كمان البلاد بريشر، يعني هو كل المريض راح يرجع لعندك بقراءات. انا الخمس قراءات الاسبوعيه او العشر قراءات انا كيف كان ضغطي مع هذا ال 25 ملي جرام. ننتبه انه البيتا بلوكر ليش بحكي كيب سلو، لانه هو الانست اوف اكشن له بطيئه، فبطيء لحد ما يعمل لي. احنا بنتذكر انه هو بيعمل بلوك لمين للريسبتورز، فحتى يعمل الاكتيفيتي والسايكليك كان بيتقل ويعمل اللي يقلل الهارت ريت ويشتغل وتيك من 4 تو 6 ويكس. فبالتالي هو احنا بنشتغل شوي شوي، بنزيد الجرعه ابتدائيا، اثنين هو راح يشتغل بالبطء. ففي بعض البروتوكول اللي أنا نحكي عن American Heart Association guideline they give along with beta blocker they give RAS inhibitor اللي هم كابتوبرير أو إنلابرير، فبيعتبروا هاي bridging، هاي الطريقة اسمها bridging، يعني بيحكي لي إنه الكابتوبرير بيشتغل أسرع، بيشتغل أسرع بكثير من البيتا بلوكر، فبالتالي بعطيه مع البيتا بلوكر. وبعد هيك once the blood pressure is stable طبعا I will withdraw الراس او الكابتوبريل واي ويل كونتينيو وذ بيتا بلوكر. القاعده الثانيه في البيتا بلوكر نيفر ديسكونتينيو ذا دراج ابرابتلي، ممكن ركزت لكم عليها لانه هاي فعلا قاتله، انه انا اوقف يعني اجي احكي له لا خلص هذا مش نافع معك، اوكي ستوب ذس ميتوبرولول او بيسكور او بيكور، ما انتم بتعرفوا اسمائهم التجاريه، وخلص بدنا نمشي على دواء ثاني. اند ذس از ويل بي ليتال. ليش؟ لانه انا متى ما بعمل بتعرفوا انه blocking mean I make my body to upregulation، انا عم بعمل upregulation of receptor. طبعا هذا take time، انا ما بحكي عن ان بديت في اليوم وبكره وقفته، لا ما بيعمل هذا الشيء، لكن انا بحكي long term use، يعني انا عم بستخدمه لمده سنه، فبالتالي جسمي عم بيصنع
ويعمل اللي هي الاندكشن اور سينثيسايزنج اوف نيو ريسبتورز. فالان انا وقفت الدواء فجاه، فالنور ابنفرين والادرينالين في جسمي راح تلاقي مور ريسبتورز تو اكت اون، فهذا الشيء راح يزيد الكارديك اوتبوت، راح يزيد الكونتراكتيليتي، راح يزيد الهارت ريت. طيب نفرض انه هذا البيشنت اصلا عنده كان ام اي، كان عنده الكارديوميوباثي، الهارت عنده مشكله فيها او اثيروسكلروسيس، فبالتالي هو عم نعمل لود على الهارت والاكسجين صارت ديماند عاليه وهو مش قادر يحصل عليها، فتتوافق مع اللي هي الاكسجين سبلاي طبعا قليله يعني عنده اثيروسكلروسيس، وانا زدت مجهود القلب عندي عملت اريثميا عملت مور كونتراكتيليتي، فهون في هاي الحاله راح يعمل لي ليثال ام اي، يعني هو راح يعمل اندكشن لليثال اريثميا اور ام اي ويعتبر قاتل. اذا هاي قاعده اساسيه في البيتا بلوكر، او ستارت لو كيب سلو اند نيفر ديسكونتينيو اتس ابربتلي. اذا انا بدي اوقفها راح نعمل تيبرينج مثل ما بدانا، اذا مثل ما بدانا مثل ما حكينا جرادجولي، انا مثلا الجرعه الان 200 راح نحكي ممكن ناخذ نص حبه بعدين لمده اسبوعين او بعدين اسبوعين مثلا نقلل الجرعه لل 25 وبعد هيك every other day لحد ما نضمن انه ما يصير عندي اللي هي الويثدرول سيبتوم. طبعا بس بتقدر توضح شو قصه الاثيروسكلروسيس؟ هلا اذا البيشنت اصلا عنده اثيروسكلروسيس عنده تضيق في الكوروناري ارتري صح؟ صح ولا لا؟ يعني اكثر شيء انا بركز على الكوروناري ارتري ذات سبلاي ذا هارت اللي هي مصل وذ ذا blood vessels. طيب انا الان وقفت I withdraw the beta blocker. So what will happen? انا كاني انا بعطي الان عندي more receptors. فالادرينالين كلها راح تشتغل عليها راح تعمل لي more heart contractility more الهارت ريت راح تزيد. طيب الان انا بدي more oxygen supply. والاكسجين عندي atherosclerosis ما عم يعمل لي supply. فالsupply doesn't match with the demand. عشان يعني عشان تنتج طاقه والكونتراكشن هلا اصلا لما نيجي انتوا بعدكم يمكنكم ما دخلتم على الكونجستيف هارت فيلر ولا دخلتم على بالفسيولوجي صح؟ لا هلا لما تحكي انا شو معنى اصلا يعني انه انا عندي انجينا شو معناها؟ انه انا الاكسجين سبلاي للمصل أقل بكتير من الأكسجين ديماندينج، ما عم بيدخل عندي الأكسجين أو البلاد سبلاي ثرو ذا كورونارتي. هلأ مين اللي أكتر عرضة؟ أنا عم بحكي لك مين اللي أكتر عرضة للويدرول؟ والله أنا مثلا سحبت الدواء ما صار معي إشي. أوكي مين أكتر عرضة للي هي ويدرول سيبتومز أوف بيتا بلوكر؟ البيشنت إذا كان عنده بريفيوس هارت أتاك، اللي عنده انسداد في الكورونري آرتر، اللي عنده أثيروسكلوروسيس، اللي عنده congestive heart failure، هدول الأربع أنواع من البيشنت هم أكثر عرضة للليثل اللي هي withdrawal effect of beta blocker. لازم أكون smoothly tapering the dose شوي شوي، أسحب البيتا بلوكر gradually حتى لو أخذ معي 4 weeks. أوكي ممنوع أني أوقف فجأة. طب أنا شو بدي أعمل بهاي الحالة؟ رح أدخل معي الدواء اللي هو الكابتوبريل أو دواء تاني كمان gradually، لما نسحب منه هذا كان بياخد مثلا 20 ميلي جرام راح نمشي على العشرة بعدين على الخمسة بعدين على 2.5، وبهاي الحالة أنا ما عملت يعني زي ما نحكي شوك للريسبتور. تمام؟ إذا هاي النقطة كثير بنركز عليها. هلأ الراس يعتبر second line after beta blocker or diuretic. نعرف هاي الكلام كلمة first line. هلأ متى بيكون الراس هو first line؟ الراس ما بحكي فيه إنه هو سواء كان الكابتوبريل أو الـ ARB اللي هم اللي بيشتغلوا على الـ Angiotensin Converting Enzyme أو على نفس الـ Angiotensin Receptor. هلأ متى بيكون الـ Renin Angiotensin System Inhibitor متى بيكون هو الـ First Line؟ إذا الـ Patient عنده Compelling Indication، إذا عنده شانك Compelling Indication عنده مرض تاني بيستدعي إنه هو يكون الـ First Line. هلا الراس يا جماعه هو الفيرست لاين للبيشنت وذ هارت فيلر. احنا بنتفق من الهارت فيلر انا عندي اهم مشكله في عندي حلقه معينه
نتذكر انه هارت فيلر ما في كارديك اوت، ما في كارديك اوت بوت الرينه البلد فلو بتقل، الرينه راح يطلع لي الرنين، الرنين الدوستيرون راح يجمع السوائل. اذا في عندي هاي الحلقه بدي اكسرها، بدي اكسر الحلقه بالالدوستيرون انتاغونيزم او الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم. فبالتالي الراس هو عباره عن الفيرست لاين اذا البيشنت عنده هارت فيلر with or without hypertension، او اذا لقيت عندي البيشنت هايبرتنشن وعنده هارت فيلر هو الفيرست لاين. طبعا with بيتا بلوكر، هلا لا مش with بيتا بلوكر، هلا راح يصير هو with الديورتيك. اذا الديورتيك من ثبته بنضيف له الاي سي ان هيبيتر. راح نلخص لكم كل شيء بالاخر في جدول مرتب وملخص كل الكلام. هلا بالنسبه كمان للديابيتس، يعتبر one of the best drug for diabetes. حكينا انه الراس it protect الكابتوبريل protect the kidney from بروتينيوريا، لانه انا هو عم بيقلل الانتراجلوموريولس بريشر، فبالتالي ما بتروح البروتين تطلع مع اليورين. انا الديابيتس ميليتس دي ار وذ هاير ريسك فور نيفرايتس، فبالتالي انا لما بعمل فيزو دايليشن للافيرنت لانه ما عندي انجيوتنسين على الافيرنت يا جماعه، فبقلل الانتراجلوموريولس بريشر، فبالتالي انا البروتين ما بتطلع معي. اذا اتس بروتكتيف فور كيدني in patient with diabetes mellitus. Post MI طبعا post MI مثل شغل البيتا بلوكر، تمام. اذا هاي بالنسبه له، مين اللي ممنوع يعطوها؟ احنا بنعرف انه الراس اذا كان البيشنت عنده رينال ارتريستينوسيس او عنده بري اكزيستينج كيدني فانكشن، يعني ديجري اوف امبيرمنت، خلاص عم بغسل كلى، هذول ممنوع. الحاله كمان البريجننسي كمان كونترا انديكيتد، patient with hyperkalemia, patient with history of angioedema، هذول كلهم ممنوعين عطوا. رجاء اللي مايكو مفتوح يسكر لانه عم بيعمل شوشره للتسجيل. اذا نفس الفكره، الراس بنبدا سلو، بنبدا لو دوزز سلو تايتريشن. اذا صار هو والبيتا بلوكر نفس الطريقه، بنعمل مونيتورنج للجلوموريولس فلتريشن ريت، يعني انا بعمل كيدني فانكشن زي ما بنحكي. الكيدني فانكشن لها طريقتين للمونيتورينج، اما بالجلوموريولس فلتريشن ريت او الكرياتينين كليرانس. والكرياتينين كليرانس يا جماعه في ازعاج، في مايك مفتوح، طيب بنعمل مونيتورينج افتر جيفين الراس بالجلوموريولس فلتريشن. طبعا احنا راح نلاحظ انه الجلوموريولس فلتريشن ريت راح تقل، بس هذا الشيء طبيعي لانه حكينا هو راح يعمل فيزو دايليشن على الافيرنت، لكن ما بدنا يقل لدرجه انه يعني احنا الطبيعي بيكون 120 ام ال بير مينيت، ممكن ينزل لل 90 ستيل اتس نورمال. لكن انا متى ما نسمي انه تكون عندي مشكله في الكيدني او بنسميها ستارت او ستيج 1 كيدني فيلر، اللي هي لما يقل عن 60 ml per minute، إذا هون بيكون حالة هاي منسميها acute renal failure. إذا منضل نعمل monitoring لإله within، يعني إنه رح يقل لكن ما رح يقل لدرجة إنه يعمل لي renal failure. هلأ ممكن يعمل لي acute renal failure ويقل renal function عن الكرياتينين clearance sorry عن 60 ml per minute، في هاي الحالة نسميها acute renal failure. طبعا هذا الحالة كتير نادي لواحد بمشي على captopril بشكل عادي، إلا إذا كان عنده أصلاً هو مشكلة في الكيدني زي ما حكيت رينال آرتري سيروسيس أو بري إكزيستينج كيدني بروبلم، يعني نادر من كل ألف تطلع واحد ممكن يعمل له أكيوت رينال فيلر، إلا إذا كان هو هاي الحالة في عنده أصلاً مشكلة في الكيدني من قبل. الآن كالسيوم شانل بلوكر ما حكيت قبل إنه هو the best drug for isolated systolic hypertension، اللي هو نعتبر انه السيستوليك عالي جدا والديستوليك اما طبيعي او اقل من الطبيعي، يعني اما 80 او اقل من ال 80 حتى، فهو يعتبر with the diuretic they are the first line for calcium channel blocker. هلا يعتبر في عندي بعض الاميونو سبريسنت، يعني ممكن بالاتش ال اس رح تدرسوا الاميونو سبريسنت دراج اللي هي بتعطى بعد ما نعمل graft transplantation، يعني اللي هي زراعه الاعضاء. بعد زراعة الأعضاء في مرضى بتمشي على السايكلوسبورين، السايكلوسبورين نوت سايكلوسيرين، في هذاك أنتيبيوتيك والسايكلوسبورين أميونو سبريسنت.
فالسايكلسبونين مع المدة رح يعمل زي إديما ويرفع الضغط ويعمل هايبرتنشن، لكن المريض صعب أن يوقف السايكلوسبورين لأنه هو رح يأخده for life long. يعني أنا لما يكون عنده زراعة كبد أو زراعة الآن صارت زراعة قلب أي عضو الآن أو كدني، فرح يضل يستخدم السايكلوسبورين مدى الحياة. فالآن ممكن يعمل هايبرتنشن، إذا العلاج الهايبرتنشن اللي رح induced by this cyclosporin is calcium channel blocker is the best يعني drug at all. طبعا الكالسيوم شانل بلوكر ما بتعارض مع الديابيتس، ما عندي مشكله معاه، بالعكس بقلل البروتينوريا، يعني كمان هو بروتكتيف. الكالسيوم شانل بلوكر اذا بدي احكي عن المجموعه الاولى نان دايهيدروجلوتين وعنده اتريال اريثميا وهايبرتنشن يعتبر كمان الفيرست لاين. الكالسيوم شانل بلوكر بوست انجينا، نتذكر كلمه انجينا هون نوت ديورينج ذا اتاك، ديورينج ذا اتاك غلط استخدم لا بيتا بلوكر ولا كالسيوم شانل بلوكر، ديورينج اتاك حاله بنسميها انستابل انجينا. هلا بعد ما يطلع من المستشفى وتروح هاي الانجينا ممكن امشي اما على بيتا بلوكر او كالسيوم شانل بلوكر، بس طبعا بيتا بلوكر طبعا هي رقم واحد. الفا 1 ما بفضله كثير، الفا 1 بلوكر احنا حكينا عن مشاكله المره الماضيه، فهي تقريبا لما نحكي الفا بلوكر ريزيرفد اونلي فور مين وذ بيناين بروستاتيك هايبربليزيا، فهي القاعده الاساسيه. طب ليش هو مش مفضل؟ اول شيء لما انا استخدم الفا بلوكر نتذكر انه هو فازو دايليتر، وهذا الفيزودايليتر رح يعمل لي اورثوستاتيك هايبوتنشن وينزل الضغط ويعمل لي بوستورال هايبوتنشن. اثنين ممكن اذا اعطيته لوحده الجسم يعمل، لانه انا عملت هايبوتنشن بوستورال هايبوتنشن يعمل ريفلكس تاكيكارديا وممكن يفرز عندي رنين لانه انا عندي الرينال بلد فلو رح تقل فجاه، فبالتالي لا يفضل استخدامه لوحده اوكي الا في حالات انه البيشنت ممكن اعطيه مع بيتا بلوكر. والالدرلي اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليزيا على اللو دوزز طبعا هم بياخذوا يعني تيرازوسين على 0.4 ملي جرام، فالجرعه كثير قليله، برازوسين كمان نفس الشيء موجود من 0.5 ل 1 ملي جرام، فالجرعته قليله بتقلل الضغط بشكل قليل، لكن هو الاساسي استخدامه الان للبناين بروستاتيك هايبربليزيا وذ هايبرتنشن. لكن هذا المريض الهايبرتنشن راح يكون ماخذ اصلا شيء ثاني، يعني ماخذ دايوريتيك وما أخذ بيتا بلوكر، لكن هنا يضاف لتحسين اللي هي اليورين أوتبوت in patient with enlargement prostates، لأنه معروف الألفا 1 ريسبتورز موجودة على اليورينري بلادر وبتعمل اللي هي اليورينيشن بتخفف من الديستينيشن الموجودة على يعني تضخم البروستات عم يضغط عندي على اليورين. والألفا 1 في عندي ألفا 1 ألفا يعني الفا 1 سوري الفا 1 اي والفا 1 بي، فيها في تو سب يونتس منها موجوده هاي على اليوراينري بلادر ورح نحكيها يعني هلا لا على اليو جي اس لسه مطول. هذول اللي هم السب تايبس اوف الفا بلوكر. السنترالي اكتنج كمان ريزيرف، يعني لما نحكي سنترالي اكتنج الفا 2 اجونست مثل دوبا بنحكي عن المراه الحامل اللي هي هايبرتنشن ديورينج بريجننسي، معظم الحالات اللي بتكون اصلا هي معاها الضغط وكملت بدات في الحمل. فالان كل الادويه اللي حكيتهم الان حكينا اتفقنا انها كلياتها تيراتوجينيك وكانت بي جيفن فور بريجننت وومن. هلا المثل دوبا هو الاساس لعلاجهم، وحكينا انه يعني حتى السايد افكت منطقيه يعطى من بدايه الشهر الاول ما عندنا مشكله، بنوقف ادويه المراه الحامل وبنكمل بالمثل دوبا. طيب الهيدرالازين نفس مشكلتي كفيزودايليتر، الهيدرالازين هو فيري فيري بوتنت، فيري فيري بوتنت فيزودايليشن، بيعمل كمان ريفلكس تاكيكارديا، عنده مشكله كمان ثانيه انه إنه very short half-life، يعني لازم أعطيه إما بالمستشفى على شكل infusion أو هلا صار في sustained release، إذن هو لا يفضل الآن استخدامه. الهيدرالازين في إشي ما حكيته المرة الماضية ممكن هو بيعمل لي lupus-like syndrome، حكينا صار في عندي دوين لحد الآن واحد بالأريثما بكينامايد وهون الهيدرالازين اللي هم بيعملوا lupus-like syndromes اللي هي حالة مثل الإكزيما مثل الأكزيما اللي هي skin reactions والالرجيك رياكشنز، فهو دوز ريليتد كل ما زدت الدوز. اذا الان بنخليه هو الهيدرالازين دائما فور ايمرجنسي كيسز.
هلأ هاي الجدول راح تلاحظوا هو عبارة عن تلخيص كتير حكيته عن كل دواء، أنواع يعني تصنيف الأدوية كلاسز، المين أدفرس إفكت، وين أي كان يوز إت، وهذا كله تلخيص. الآن لما نحكي كلمة بروتوكول أو جايد لاين أو اللي يعني اللي إحنا بنشتغل عليه في الكلينيكال، أول شيء بدك تأخذ الهيستوري للبيشنت. أول شيء البيشنت كم عمره، هل هو اليانج ولا إلدرلي، what type of comorbidities، يعني البيشنت عنده هايبرتنشن لحالها، بدي أطلع من الكيسز كم comorbidity معاه، عنده هايبرتنشن، عنده congestive heart failure، kidney failure، what's the kidney function، إذا لازم تطلع لي كل هدول. اثنين تعرف what's your targets، يعني أنا بالنسبة لهون التارجت للعادي للواحد عنده بس هايبرتنشن إنه هو يقل الضغط عن 140 لأقل من 90، إذا أقل من 140 على 90. لكن إذا البيشنت كان عنده ديابيتس، كان عنده الكيدني ديزيز، كان عنده أذر كوموربيديتي، رح يكون عندي تارجت أقل من 130 especially diabetes patients، لأنه يعني أنا بكل ما قللت الضغط عن 130 أنا كل ما قللت اليمين اللي هي البروتينيوريا، أنا ما بدي كمان يزيد عندي اللي هي النيفرايتس والبروتينيوريا. طيب نتفق الآن على شغلتين، إذا كان patient without compelling indication، يعني patient بس عنده hypertension، نفهم أنا شو رح نقسمه لستيج 1 ولا ستيج 2، ضغطه من 140 ل 160 دائماً ولا أكثر من 160. طبعاً أنا هلأ عندي المونيتورينج، عندي 10 قراءات، فبشوف هاي القراءات بين ال 140 وال 160 ولا أكثر من 160. هلأ إذا كانت ستيج 1 نبدأ في دواء واحد فقط، أول إشي دائماً الثيازايد. طيب ليش أنا كاتبة may considered AC أو هم كاتبين بالبروتوكول، إيش معناها؟ هلأ إذا كان البيشنت أحياناً بده يكون مثلاً الثيازايد عم contraindicated، ممكن أبدأ بالAC inhibitor، ممكن يأخذ بس الكابتوبريل لوحده ما في مشكلة، ممكن يأخذ البيتا بلوكر لوحده، يعني مش بالضرورة تكون ثيازايد، ممكن أبدأ combination، ما عندنا كمان مشكلة، يعني الديوريتك تكون موجودة. هلا هون في stage 1 تختلف عن stage 2، إنه الطبيب هو اللي بيحدد هل أستخدم دواء واحد ممكن أضيف له بعد سنة دواء تاني. هلا stage 2 لا، stage 2 you have to start with a combination of two drugs، لازم تبدأ الآن أكثر من 160 لك تبدأ ديوريتك قاعدة combined with AC inhibitor، combined with beta blocker، combined with calcium channel blocker. إذن هو الفرق إنه أنا بستيج 1 ببدأ بدواء واحد وبعمل monitoring وبعد فترة ممكن أضيف له دواء تاني. stage 2 you have to start with both drugs at the same time. هلا إذا كان with compelling indication لا، بشوف أنا إيش المرض الثاني، إذا أنا بعتمد الآن مش على الهايبرتنشن، بعتمد على إيش معه، post MI ببدأ بالبيتا بلوكر، عنده كيدني problem ببدأ بالAC inhibitor. إذا الآن with compelling indication بنبطل نركز على الستيج أكثر من بنصير نركز على what's the other indication، what's the other compelling indication. فعشان هيك هم عملوا لي هذا الجدول، وهذا اللي هي لما نحكي إحنا بروتوكول أو غايدلاين، يعني هو صاير في كلينيكال كيسز ممكن مدروس على 1000 حالة وجدوا إنه هذا الدواء هو الستاندرد اللي هي التريتمنت. يعني لما نحكي بوست مايوكارديال انفاركشن، هلأ لازم أبدأ A1، يعني أول بديل أول شيء لازم يكون معاه بيتا بلوكر، then we can add AC inhibitor أو ARB، طبعاً ما بيصير الAC inhibitor. إذن أنا كثير حكيناها، هذا الخلاصة، البوست MI لازم بيتا بلوكر، أنا بعدين لسه الضغط مرتفع أو بدي أضيف دواء تاني رح يكون الخيار الثاني هو AC inhibitor. ولاحظوا هنا ما بدأت بالديوريتكس، إذن هو مش قاعدة أساسية الديوريتكس، حكينا في عندي other compelling indication. طيب إحنا نركز بس على الستاندرد وآد أون بعدين، يعني هلأ الخيار الثالث هذا بيجي بعدين. هلا نفس الشيء بالنسبه البوست ام اي او كورونري ديزيز اللي هم الانجينا، نفس الفكره نفس العلاج، فهذول الاثنين متشابهين. الديابيتس بنبدا بالاي سي انهبيتر رقم واحد، حكينا الاي سي انهبيتر حتى نحمي الكيدني من اللي هي النفرايتس او اللي نسميها الديابيتك
البروتينيوريا، فبالتالي هو رقم واحد أفضل بكثير من الديورتكس، بيجي هو الرقم اثنين. اللي عنده كرونيك كيدني ديزيز، نذكر هذا كرونيك ما عنده أكيوت الآن، عنده مشاكل في الكيدني، فالاستخدام الأمثل AC inhibitor. ركزوا على الAC inhibitor. هلأ متى هو ممنوع يستخدم؟ ممنوع يستخدم على الكيدني إذا كان عنده أكيوت رينال فيلر. الآن عنده أكيوت رينال فيلر، اثنين عنده رينال آرتر استينوسيس. أما فور كرونيك كيدني ديزيزز اللي هم الآن ستيبل، اوكي وي كان يوز اللي هي الاي سي انهبيتور، لانه زي ما حكينا بيقلل البروتينوريا وبيقلل نيفرايتس. معنى كرونيك كيدني ديزيز وعنده نيفرايتس وعنده توسع في الكابيلاريز الموجوده في الجلوموريولس، فانا ما بدي ازيد حاله الانفلاميشن هاي كمان، واقلل بدي اقلل الضغط في الجلوموريولس، فإله انديكيشن مهم جدا في الكرونيك كيدني ديزيز. مثلا الليفت فينتريكولار فانكشن اللي هي الكونجستيف هارت فيلر. الكونجستيف هارت فيلر هو نوعين، اما يكون ليفت فينتريكولار او رايت فينتريكولار. طبعا هون ان نركز على الايديما، لانه الكونجستيف هارت فيلر من من الاشياء السيئه اللي بتكون بين فتره وفتره. البيشنت راح يلاحظ عنده تجمع سوائل في الرجلين، فلازم الديوريتيك رقم واحد مع الاي سي انهبيتور. بعدين في مرحله ثانيه راح ندرسها بالتفصيل هاي يا جماعه، اللي هي stages of congestive heart failure. اول شيء diuretic، اثنين مع الACE، بعدين نشوف هو اذا كان عنده مشكله كمان في الهارت ريت كذا ممكن اضيف له البيتا بلوكر. طيب اذا انا شوي هاي طريقتي انا اللي هي انا رتبتها بطريقه، بس نفهم انا كيف انا رتبته. يعني انا كتبت الهارت فيلر، فالهارت فيلر اذا انا بدي احفظهم رقم واحد ببدأ بالديوريتيك. الهارت فيلر مهم جداً إني أبدأ في ديوريتيك لأنه بيعمل إديما with AC inhibitor. كاتبين رقم واحد واحد، رقم واحد يعني هو الخيار الأول. لما نحكي بيتا بلوكر يعني then بيتا بلوكر then ARB post MI، راح يكون رقم واحد عندي البيتا بلوكر. وكثير حكينا إنه أنا بهمني أقلل الهارت ريت after MI حتى يصير الديمان معادل جدا للسبلاي. ما في سبلاي، الكوروناري ارتري مسكر، فبالتالي لما بعمل بيتا بلوكر ايش كانت الفكره، ايش الميكانيزم؟ اني اقلل الهارت ريت، فبقلل النيدد اوكسجين. فممتاز جدا بعد الام اي، وصارت هي عباره عن قاعده. بعد الام اي لازم بيتا بلوكر، اذا بدي اضيف له بضيف له بعدين الـ AC inhibitor، وآخر إشي الألدو. الألدوسترون أنتاغونيست يا جماعة هو الـ one of the diuretics اللي هو spironolactone. راح نلاحظ إله دور مهم الألدوسترون أنتاغونيست بالهارت فيلر، ونرجع للهارت فيلر في محاضرة هارت فيلر حذكركم فيها. هلأ نفس الشيء الكوروناري ديزيز، الرقم واحد راح يكون الكوروناري ديزيز بيشبه الـ post MI، لأنه هو عبارة عن انسداد في الكوروناري arteries، فبالتالي هو البيتا بلوكر رقم واحد. الديابيتس لا، الـ ACE inhibitor حفظناها لأنه عم بيحمي لي الكيدني، فالـ ACE inhibitor رقم واحد. إذا بدي أضيف طبعاً or ARB دايماً هما بدائل، إما إذا بضيف رقم اثنين رح يكون هو الديوريتك. chronic renal failure، واحد مع chronic renal failure between time to time they have acute. During this chronic, I have to protect or prevent nephritis. فلازم يكون الـ AC inhibitor هو رقم واحد. إذن هيك بكون هاي خلاصة، يعني هذا السلايد يمكن بغنيني عن كل الحكي اللي أنا حكيته. طيب ضل عندي شوية، تنسوش إنه كلمة therapeutic protocol وguideline، في عنا special population. طيب شو بالنسبة للإلدرلي؟ شو بالنسبة للمرأة الحامل؟ شو بالنسبة للبيشنت with kidney failure؟ هون بتيجي اللي هي special أو اللي هي بروتوكول. هلأ دائماً الإلدرلي اللي عمرهم أكثر من 65 لما يبدأ معاهم، إذا بدأ معهم الضغط متأخر، رح نلاحظ إنه السيستوليك دائماً عالي جداً والديستوليك متوسط أو قليل، فمنسمي هاي الحالة اللي هي الايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. وأنا بصراحة عم بشوفها براكتيكالي فعلاً بتتبعوا هذا الإشي، يعني بيبدأوا دائماً بالإلدرلي بالأملوديبين. معظم الإلدرلي بتبدأ يعني في بالديوريتيك والأملوديبين. ممنوع أعطيهم أصلاً بيتا بلوكر. بيتا بلوكر is not preferred لأنه سايد إفكت عالي، بيعمل بوستشرال هايبوتنشن، بدوخ.
اثنين الاستجابه له متغيره سنسيتيفيتي لها. اذا هم الالدرلي رقم واحد اللي هو سواء ايزوليتد او نوت اللي هو الكالسيوم شانل بلوكر اتس فيري امبورتنت اند ديوريتيك. اذا بدي اختار خيار اخير يعني او انه صار في عنده كونترو انديكيتد للكالسيوم شانل بلوكر ممكن يكون عندي الخيار اللي هو الاي سي انهبيتر ما عندي تعارضات مع الـ دائما نبعد عن اي شيء بيتا بلوكر بالنسبه للالدرلي. بريجننسي البريجننسي رح نميز الان بين حالتين البري اكلامسيا شيء والكرونيك هايبرتنشن يعني مرأة طبيعية حامل راح تكون هيك يعني الكيسز بعد الأسبوع العشرين after 20 gestational week لاحظت إنه الضغط عم يرتفع 140 150 على أكثر من 90 فهي منسميها pre-eclampsia لأنها صارت هي induced by pregnancy. طبعاً إحنا منخاف من هون من الكيدني function راح تقيس البروتين راح تلاحظ إنه في عندها بروتينيوريا وراح نحكي مباشرة هذا ممكن يسبب تسمم للحمل. طيب إيش العلاج الآن؟ الآن هي emergency cases مندخلها إما بنعطي الهيدرالازين أو IV لابيتالول في المستشفى أوكي هاي هي الحل. إحنا حكينا الهيدرالازين آمن لابيتالول آمن. طبعاً ممكن هاي البري إكلامسيا ما ضلها مستمرة يعني هي ارتفاع ضغط حاد يحدث فجأة ويكون acute cases فممكن تدخل على المستشفى يعطوها مع الهيدرالازين مع اللابيتالول وترجع ستيبل ويعملوا لها مونيتورينج لمدة أسبوع أوكي. هلأ الكرونيك هايبرتنشن طبعاً إذا استمر معها ممكن أستمر معها على مثل دوبة يعني عادي جداً يمكن تطلع من المستشفى لسه الضغط عم يرتفع معها بس مش ممكن على البوردر فبالتالي ممكن نمشيها على اللي هي الأورالي مثل دوبة. الحالة الثانية لا this lady is hypertensive cases and then she get pregnant okay مثلا she was on beta blocker أو كانت on diuretic ومعروف إنه diuretic and beta blocker they are contraindicated فبالتالي راح توقف من أول ما تعرف إنها هي حامل راح توقف العلاج ويمشيها الطبيب على الميثيل دوبا. هاي الحالة مختلفة هي ما صار في عندها ارتفاع بسبب الحمل. إذن الأدوية الآمنة للمرأة الحامل هم حصرياً الليبيتالول الميثيل دوبا and الهيدرولازين. طبعاً الميثيل دوبا والليبيتالول هذا مش كتير معروف يعني معظم الأطباء ممكن الجيل القديم بيعرف أكثر الميثيل دوبا لكن الليبيتالول الآن من الأدوية جدا آمنة للمرأة الحامل وكمان ممكن يعطى والسايد إفكت له كمان يعني ما فيش سايد إفكت بالنسبة لها يعني تيراتوجينستي ما فيه والسايد إفكت له قليل يعني ممكن أقل أأمن من مثل دوبا مثل دوبا مشكلته إنه بيعمل أنتي كولنرجيك سايد إفكت فدايما بتحس دراينس أوف ماوث وكونستيبيشن ممكن يعمل أعراض أنتي كولنرجيك. هلا اللابيتالول مقارنة فيه it's much better يعني فميزنا بين الـ two pregnancy cases أوكي الدر اللي اتفقنا عليه. الحالة الواحد عنده dyslipidemia يا جماعة dyslipidemia إذا الآن أنا عندي dyslipidemia يعني عنده الترايغليسرايد مرتفع الكوليسترول مرتفع الـ LDL عالي والـ HDL قليل في هاي الحالة لو بدي أعطيه بيتا بلوكر للبيشنت رح يصير عنده كمان اللي هي يعني نفس الشيء رح يرتفع عنده الـ LDL إذا أفضل خيار له أو خيارين هم رح يكونوا الـ AC inhibitor والألفا بلوكر. وإذا بدي أختار من البيتا بلوكر نتذكر اللابيتالول والكاربيدايلول لو مش مكتوبة إحنا كثير ركزنا عليها. إذا الألفا بلوكر رقم واحد يكون خيار الـ AC inhibitor كالسيوم شانل بلوكر كمان ما بيأثر على البروفايل والخيار الأخير ممكن أضيف من البيتا بلوكر اللي هي اللابيتالول والكاربيدايلول. طيب هل عندي الحالة الآن مختلفة آخر حالة راح تكون عندي الهايبرتنسيف كرايسيس أو الإمرجنسي اللي هي increasing in blood pressure حكيتها كثير أكثر من 200 هنا ما راح أعطي لازكس يا جماعة ما راح نعطي لازكس. هلا دائما الإمرجنسي في بعضهم حافظين إنه أي ضغط مباشرة لازكس اللازكس ما راح يشتغل إذا كان الضغط 200 is very lethal إذا ما انفجر معاه كابيلاريز في البرين وما صار معاه ستروك وما صار معاه هيموريج يعني إذا وصل سليم للمستشفى. الحالة الهايبرتنسيف
كرايسيس اللي هي الأكثر من 200 على أكثر من 100، الآن علاجها الوحيد أو نحكي الأفضل هو الصوديوم نيتروبروسايد، لأنه بيعمل ريلاكسيشن للبوث أرتريز أند فين، فبيقلل التوتال بريفيرال ريزيستانس. نفس الشيء بيزيد الكارديك أوتبوت لأنه عن كمان عم بيقلل الفينس ريتيرن، فهو بيشتغل على التنتين. هو الوحيد من الفيز دايليتر. طبعاً في إشي نايتريت لسه ما أخذناش النايتريت، هاي بمحاضرة الأنجينا. كمان النايتريت لها ميزة مع الصوديوم نيتروبروسايد، وكلهم بيشتغلوا على النيتروس أوكسايد، يعني نيتريت ولا نيتروبروسايد هم عم بيعملوا increasing أو secretion للنيتروس أوكسايد، أو هم بتحولوا للنيتروس أوكسايد that اللي هي do relaxation in the smooth muscles in the vein and arteries. فبالتالي بيعمل نزول كبير في الضغط، وحكيت لكم مرة الماضي كيف استخدامه كأنها مكررة، وحكينا بدنا نعمل مونيتورينج لشيء اللي هو ما يصير عنده سيانايد توكسيسيتي، بدنا نشوف الهارت ريت، نشوف البي اتش للبلازما، ما يصير عنده لاكتيك اسيدوسيس، ما يقل البي اتش عن 7.35. نعرف انه اذا قل عن 7.25 راح يكون عندي هاي اسمها اسيدوسيس، فبالتالي هاي ممكن تكون ليثل. انه يضل البيشنت بوعيه، فبالتالي هي بتنعطى انفيوجن لفترة قصيرة لحد ما ينزل معي ل 160. بعد ال 160 ممكن أنا أوقف عنه الصوديوم نيتروبروسايد أو لل 150 وأبلش أعطيه بأذر ديوريتك. إذا هو ربدلي أكتنج فيز دايليتر، بيشتغل بشكل سريع فيعتبر منقذ، لكن بنزل تقريبا من 50 ل 60، يعني بنزل كثير عنده الضغط 60. فالآن حكينا مبارح، افرض انه انا بالبيت اوكي وعندي ارتفاع ضغط هايبرتنسيف كرايسيس، ضغطي 200. انا البارح ارتفاع الضغط العادي، لكن لو كانت هايبرتنسيف كرايسيس ايش ممكن، يعني ضغطه 200 على 100 شو ممكن نعلم البيشنت؟ هلا اذا كان بياخذ بعض الادويه مثل الكابتوبريل حكينا مبارح او لابيتالول ممكن يستخدمهم يعني في البيت، ممكن يستخدمهم في البيت. هلا الصوديوم نيتروبروسايد حكينا عنه انه هو الانست اوف اكشنز within 1 to 2 minutes، لكن هو ايمرجنسي وبينعطى في المستشفى. هلا الاورال كابتوبريل هو البديل اللي ممكن انا استخدمه. طبعا اذا كان هايبرتنسيف كرايسيس شوفوا كيف بنعمل، يعني هو طبعا في الدوزز للكابتوبريل احنا بنعرف انه في عندي 10 20 في 25. هلا ممكن 25 ياخذ منها حبتين اوكي معاه لحد 50 every 2 hours. هاي متى؟ اذا كان ضغطه hypertensive crisis. لو كان ضغطه عادي 160 وارتفع ممكن انا اخذ حكينا every 4 to 6 hours، اعمل monitoring every 4 to 6 hours. اذا الكابتوبريل الحلو فيه انه الانست اوف اكشن تقريبا سريع 15 دقيقه. اثنين انه الويندوز ثيرابيتك ويندو او سيفتي له عالية، فبالتالي ما بيوصل للتكسيك دوز لو أنا زدت أكثر من جرعة، ويعتبر آمن ما في له سايد إفكت على لو أنا زدته لحد تقريبا 150 في اليوم. اللابيتالول ممكن يستخدم كمان بالمستشفى بديل للصوديوم نيتروبروسايد على دوزز ممكن يوصل 200 every 2 hours، لأنه كمان الأنست له عالية. إذا الإمرجنسي هايبرتنشن احنا يعني طبعا ممكن استخدم الهيدرالازين، بس كمان الهيدرالازين يعني في ريستريكشن عليه، يمكن يعمل عندي ريفلكس تاكيكارديا. فافضل شيء في الامرجنسي هايبر كرايسيس سواء اونست اوف اكشن سواء سيفتي وسهل المونيتورينج هم الصوديوم نيتروبروسايد رقم واحد، لابيتالول امن للمراه الحامل في حاله هايبرتنسيف كرايسيس، ومراه حامل راح استخدم اللابيتالول ما في داعي نعيدها لانه حكينا أصلا الصوديوم نيتروبروسايد والكابتوبريل غير آمنين للمرأة الحامل. طيب never combine please، هاي الخلاصة الأخيرة. ما بيصير نخلط ألفا أند بيتا بلوكر، معروف لأنه ألفا سواء ألفا وبيتا بلوكر مع الكلونيدين، قصتهم ألفا وبيتا بلوكر مع الكلونيدين. إيش اللي بيعملوا دول الاثنين؟ كلونيدين إيش هو؟ اللي هو ألفا agonist. Yes. والالفا اند بيتا بلوكر سواء كانوا يعني not selective رح يشتغلوا antagonism لبعض. النيفيديبين حكيتها، النيفيديبين لا
هنا لسه السنه الماضيه كنت غيرها، معلش غيروا لي بس السينرجيزم هما انتاغونيزم. النيفيديبين عكس الدايوريتيك يا جماعه، بس نعيدها، ان النيفيديبين واللي بيعمل ووتر اند صوديوم ريتينشن، الدايوريتيك طبعا مدير للبول فهم انتاغونيزم. هاي انا بركزت المره دي نسيت اعدلها. الهيدرولازين فيزو دايليشن، والبرازوسين كمان فيزو دايليشن، ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن. اني بيتا بلوكر وذ نون دايهيدروبيريدين اللي هم الدلتازيم والفيرابامين، اثنين بيشتغلوا على الهارت، على الـ على الهارت ريت، فبالتالي بيعملوا سيفير براديكارديا، مثل دوبا وكلونيدين ذا سيم ميكانيزم اوف اكشن. بريجنانسي كل اللي حكيناه ممنوع ينعطى، هم فقط اربع ادويه اللي ممكن ينعطوا للمراه الحامل وحكيناها كثير. ان شاء الله نلحق احكي معاكم الكيسز اذا ما تمكنت. الموجود الجواب اقراها على السريع ولا حدا بيحب يساعدني؟ anyone want to read؟ طيب. يلا تفضلي حبيبتي تفضلي. 64-year-old man, he has a history of heart disease, not defined. He came to the ER and he is having a difficulty breathing, dyspnea. Examination revealed he has a pulmonary edema, or in other cases, we might say during examination of the chest, you found a crepitation, which is an indication of fluids in the pleural cavity, and so pulmonary edema. What is the best drug to give to this patient? في بعض الكلمات مباشرة من لغتها، أو شيء 64 عمره، يعني نعتبر elderly، اثنين يعني هو هذا الحالة مش ضروري مش hypertension، ده شايفينه في عنده difficulty in breathing، إذا عنده pulmonary edema، عنده سوائل، في عنده crepitation، إذا الحالة كلياتها hypopulmonary edema. والخيارات اللي عندي تشمل، يعني ما دام في عندي edema إذا نحركز الآن على diuretic، لكن which one of diuretic؟ إذا رح أستثني أنا الإنلابريل، أوكي، رح نستثني الإنلابريل والأتينيلول ونركز على الثلاثة الموجودين هلأ، سبينالكتون، فروسيمايد والهيدروكلوروثيازايد. Which one is the most potent؟ اللوب diuretic، فيوروسيمايد. Yes، وحكينا كتير لما يكون عندي pulmonary edema أو peripheral edema والcongestive heart failure فمنعطي الفروسيمايد، فهذا هو cases يعني selectively للdiuretic. الحالة الثانية شو رأيك تقرأ اللي جاوبت 84؟ تقرأ. 84-year-old lady was recently diagnosed by stage 2 hypertension. She has no comorbidities، مع أن أنا لا diabetes no heart diseases. The doctor decided to go for the combination therapy of antihypertensive drugs to antihypertensive drugs. الآن أنت you want to choose two best therapy for her، يعني أنت اختار لي من 1 to 7، please don't look to the answer. الحالة اللي عندي هي stage 2 hypertension، يعني ضغطها أكثر من 160، elderly عمرها 84، اختار لي دويين منهم واحكي لي ليش مش التانيين. diuretic، beta blocker، alpha blocker، AC inhibitor. بعدين حكى لي lady مش man، هي لها معنى. AC inhibitor، calcium channel blocker، centrally acting sympatholytic، يعني زي الكلونيدين والميثيلدوبا، direct vasodilator. أنا ممكن أستثني أربعة من أول، يعني فمين عنده خيار ويحكي لي what's your justification؟ تفضل يوم. بما أنه الدرلي نبتدى البيتا بلوكر والألفا بلوكر والcentrally acting sympatholytic. أها، هلا الألفا بلوكر لو كان ميل يعني بخليها، بفكر بالموضوع. الألفا بلوكر ممكن أخليها لأنه ممكن عنده بروستات هايبرتروفي، عرفتي؟ فبفكر بالموضوع. هلا مدام هاليدي استثنينا الألفا بلوكر. هاليدي استثنينا، مدامها إلدرلي كمان استثنينا البيتا بلوكر لأنها كبيرة في العمر. السنترالي أكتينج سيمباثولايتيك كمان ما إله داعي لأنه هي الكلونيدين مثل دوبا ما إله. دايركت فيز دايليتر رح يكون إمرجنسي. إذا مين أفضل علاجين ممكن أعطيهم للإلدرلي؟ هم مقررين أصلاً يعني بالبروتوكول موجودين. رح يكون أول شيء ديوريتك مع الكالسيوم شانيل بلوكر. هلأ الـ AC inhibitor مش غلط يا جماعة، بس
with other comorbidity. يعني يعني أول شيء لما نحكي first line diuretic اثنين كالسيوم channel blocker. هلا لو كان في عندي إشي تاني ممكن أختار الACM. أوكي؟ إذن شو القرار النهائي؟ حكينا دائما الإلدرلي بيكون عندهم إشي اسمه isolated systolic hypertension. الفيرست لاين لإلهم دائما الديوريتيك مع الكالسيوم channel blocker. أتوقع أن هالكيس واضحة. دكتورة. نشوف هذا اليانج. تفضل. دكتورة ليش البيت بلوكر ما بنعطى مع الإلدرلي؟ لا لأنه أول شيء sensitivity مختلفة. سايد إفكت إلها عالية. اللي هي sympathetic tone أقل دائما في الإلدرلي. إحنا حكينا في الماكودايناميك. دائما الريسبتور في الإلدرلي. الكبار في العمر. السنسيتيفيتي لإلهم أقل من اليانج. فالاستجابة أقل. اثنين. السايد افكت السيلكتيفيتي بتختلف. السايد افكت ممكن تكون عالي يعني انتي كولينرجيك بالنسبه لهم راح تكون كثير فظيعه اكثر من عندنا. فاول سبب لانه اقل سنسيتيفيتي تون او السمباثيتك تون عندهم اقل. اثنين مور سايد افكت فما بفضلها. الالفا بلوكر حكينا الاستثناء اللي هو الهايبرتروفي وحكينا انها تستخدم في اللو دوزز. يعني لو رحت شفت كل الادويه البرازوسين راح تلاحظ انها 0.4 0.5 1 ملي جرام الدوزز القليله جدا. اوكي ال 50 year old man was admitted to the hospital as a case of acute MI. واضحه لما نحكي acute MI following coronary bypass surgery his blood pressure was 139/95. تخيلوا انه هذا مش ضغط بالنسبه لحدا تاني مش ضغط. On average of a triple reading and his heart rate was 73. كمان ما عنده يعني يعتبر normal ما عنده bradycardia. هذول two indication يعني هلا بحكي لكم شو بيعنوا choose the best indication double therapy for these patients. ممكن أنا أستخدم الآن ل patient 50 يعتبر young ما مش elderly. اثنين post MI نحلت يعني post MI مباشرة نفكر مين بيتا بلوكر أو كمان الـ ACN هي بالرقم اثنين. يعني أنا عندي قلنا خيارين بيتا بلوكر وبعدين لما حكى لي اثنين. طيب البيتا بلوكر لو كان عندي لها البيتس نذكر البيت شايفين هاي سبعة كانت عندي أقل من 60 ممنوع تعطيه. يعني كانت مرة عندي كيس في امتحان الماستر كانت الكيس عبارة عن صفحتين لكن الترك في البيت. البيت مدامه أقل من 60 ما بقدر أستخدم البيتا بلوكر راح يكون الخيار الأول ACN. إذا بدك تركز لي على البيت. البلود بريشر هل هذا يعتبر عالي؟ بالنسبة له نعم عالي لأنه التارجت له الآن 130. فلو استخدمت البيتا بلوكر والACN راح يقلل الضغط لل 130 التارجت وطبعا الدوز راح تكون قليله. يعني البيتا بلوكر هنا مش راح نستخدم الخي هي الديوريتك مش الفيرست لاين. الكالسيوم شانل بلوكر كمان مش الفيرست لاين والباقي كله يعني خلاص مبينه هي حاله ام اي بوست ام اي بيتا بلوكر اند اي سي ان هي. لو حكى لي بدي خيار واحد بختار البيتا بلوكر. تمام انا هون مكتوبه النوتس دائما نتذكر انه ذا ريجولار ريثم in sometimes it's hints to choose beta blocker. Don't use beta blocker for patient with bradycardia. هاي بس لكم عشان نوضح الكيسز. وأحيانا لما نحكي 50 years كمان is a hint of age group معناته هو young. طبعا يعني بيشرح لي إنه ليش اخترنا هاي الحالة. إذا في كده الكيس أتوقع هيك كمان تمام. هذا كله عبارة عن الجداول جبتها من دي بيرو عبارة عن تلخيص لكل اللي حكيناه. بتمنى تكون المحاضرة واضحة. إذا يعني أكثر من هيك ما في ما ضل الهايبرتنشن هيك تسكرت الفايل بشكل أنا يعني مبسوطة منه. إن شاء الله تكونوا واضحة بالنسبة لكم. بكرة عندنا محاضرتين يا جماعة صح؟ الديسليبيديميا والكونجستيف والأنتي أنجينال. بنشوفكم بكرة على خير. تفضل. بالنسبه للبيتا بلوكرز للالدرلي يعني عادي عشان بعرف ناس انهم بياخذوا الالدرلي وبياخذوا yes, بياخذوا ما انا عارفه هي الالدرلي هلا اكثر من 65 هلا حسب البروتوكول ما بتمشي لكن بتلاقي انا معظم الحالات اللي احنا بنشوفها مش ماشي على البروتوكولات فبصير عندهم ايش
احيانا يصير عندهم براديكارديا، يقول له الدوخه اللي السكري عم بيطلع وبينزل، يعني في له سايد افكت. هو ما نحكي عنه انه علاج مثالي، لكن في افضل. تمام، لما نحكي احنا عن لما نحكي عن البروتوكول هلا بالنسبه للالدرلي قديش بيعانوا مع البيتا بلوكر. يعني انا من النوع الناس اللي بتيجي بتجيب لي ادويتها وبظبط لهم ادويتهم وبشوف يعني هيك يعني فولنتير. فالسكر دائما بكون عندهم نازل، بينزل فجاه. تمام، بكونوا ماخدين السكر كله من مشاكل البيتا بلوكر. بوقف البيتا بلوكر بيرتفع مع السكري، ما أخدتش هاي الحبة بيرتفع مع السكري. إذن هو له مساوئ مع حتى مع الإلدرلي، غير إنه مع السكري نفسه، مع البالبيتيشن دائما بيحس إنه نبضه دائما قليل، براديكارديا، ما فيش عنده مجهود. طب في أفضل، يعني أنا البيتا بلوكر أنلس اللي هي بوست إم آي، يعني أنت بتحكي عن إلدرلي مع إم آي بدي أستخدمه. فهمت علي أنا وين أنا؟ يعني بنحكي البيكر 2.5 ميلي جرام بسبرولول وإلدرلي، لكن معاه إم آي لازم ولا لا برأيك أنت؟ من يعني من معلوماتك البسيطة من المحاضرة، لما نشوف بوست إم آي إسمانديتوري. تمام، فمين الإلدرلي هون بهالحالة؟ أما أعطي لإلدرلي without any other compelling indication أبلش معاه بالبيتا بلوكر مثلاً الميتوبرولول البيسوبرولول وهو ما بس عنده ضغط، لا مش صح الموضوع، بس بده إن أرتب الأولويات العمر الأذر كومبيلينج الهايبرتنشن كم بيصير معاه أي ستيج، وحكينا الأذر كومبيلينج يعني إنه هو الأمراض الثانية اللي موجودة معاه. تمام دكتورة، فهمتني؟ يعني مش يعني انه ممكن الاقي إلدرلي عمره 70 سنه وكان معاه ام اي 4 جلطات. طب هون لازم اعطي بيتا بلوكر على اللو دوزز، لازم اعطي بيسبرولول، وبيكون ممكن ابدا معاه ب 2.5 باجباري يعني. لكن واحد إلدرلي وما معاه غير ضغط بس بيرتفع ضغطه ومعاه سكري، يعني ننصحه انه يتركه كالسيوم شانل بلوكر؟ ننصحهم نصرحهم؟ لا، هو بده يكون تحت اشراف طبي. هلا بده يغير للكالسيوم شانل بلوكر املوديبين، اتس فيري يعني فانتاستيك للاملوديبين بالنسبه للالدرلي، رائع جدا. هو بياخذ ما راح يعاني اي اعراض. انا بالنسبه لي اثنين، بدك تشوف شو الكيس. انا بالنسبه لي هاي الكيسز غلط، انت تحكي لي هيك يعني نقاط معينه. انت كطبيب بدك تتعلم انك تفهم الكيسز، يعني مين امه ومين ابوه. أحياناً بتوصل معي إلى مرحلة بدي أعرف جذور العائلة. أنا بالنسبة لأمي لما بلش معها الضغط، يعني بلشنا لها بالأملوديبين مع الهيدروكلوريثيازايد مع الفالسرتان في تركيبة اللي 160/12.5 على 5 أملوديبين. فكثير يعني عمرها 75 سنة، بلش الضغط معها يعني تقريباً من شهر. استشرت إخواني، بلشنا طبعاً حملنا كل الفحوصات مع الأخصائي القلب وكان هو الخيار. فنرتاح، ما بيصير عندها نزول في الضغط، ما بيصير عندها سوري نزول حاد أو إنه البالبيتيشن، خلاص هي بروتوكول. ما فيش مثلاً معاها سكري، ما فيش معاها أشياء تانية بس ضغط. أيوة، فأنت دائماً بدك تدرس الحالة كاملة، يعني بدك تدرس الحالة كيدني فانكشن، بدك تسأل عنها أزماتيك بيشنت، عنده ديابيتس ميليتس، عنده بريفيوس أنجينا. يعني أنت بدك تتعلم كطبيب تفهم تفاصيل التفاصيل، صح؟ أنا بس يعني عرضت لكم أكم من كيس عشان تكونوا يعني على اطلاع إنه إحنا كيف إحنا بدنا ندرس إشي، إحنا عم ندرس إشي ثيوريتيكال بس مش عارفين نطبقه. يعني لو في وقت ثاني كمان ساعة بعطيكم كيسز، يعني عرفت إنه هلا إحنا كيف نطبق هاي البروتوكول، لأنه هذا هو تخصصي. أنا تخصصي ثيرابيوتيك اللي هو التريتمنت بروتوكول أند غايدلاين، هاو تو تشوز ذا دراج، نوت فارماكولوجي. فارماكولوجي عبارة عن حفظ أدوية، لا أنا كيف بدي أستخدم الدواء الصح في المكان الصح. تمام، أي سؤال أعزائي؟ دكتورة لو سمحت تفضلي.
في حالة البريجننسي اللي بتكون بري كلام يعني أيوة لما تخلص حامل بيكون يعني بيعطوها دواء ضغط ولا خلص؟ هلا هاي الحالة في منها حل يعني نحكي ننقسم لقسمين. هلا مش كل الحالات واحد، في منهم بيجيهم بيرتفع الضغط فجأة بتدخل المستشفى بتاخذ الهيدرالازين تطلع عادي، او بتدخل المستشفى بتاخذ هيدرالازين ولسه ضغطها بيرتفع فبيتمشي على المثل دوبا. هلا مجرد البريكلامسيا مجرد ما تولد رح ترجع طبيعية، المفروض 99% رح يرجع طبيعي، لكن بضل عندك بعض الحالات تقول انا اجاني الضغط من وقت الحمل فرح يستمر معاها فرح تعمل مونيتورينج. طبعا بعد ما تولد رح ترجع تقيس ضغطها مره ثانيه وتراجع طبيب. طبعا دائما احنا المرجع هو اخصائي القلب، كل واحد له تخصصه، كارديوفاسكولار سبيشالست هو اللي رح يقيس يعني يحدد انه هلا هي بعدها في الهايبرتنشن ولا لا. طيب بلش معها الهايبرتنشن عادي تعامل كمريضه عاديه، بنبلش دايوريتك على عمرها، بنبلش بيتا بلوكر على حالتها، ما في يعني قاعدة. هلا هي تعتبر بالنسبة لنا مريضة عادية. رجعنا على الأدوية العادية، البيتا بلوكر، اس تي اي، بيتا دايوريتيك، وات ايفر. هلا راحت معها يعني في كثير من الحالات خلاص هي ريفرسبل، على فكرة البري إكلامسيا فيري فيري ريفرسبل، ونادرا ما تكون المرأة احتفظت بهذا الضغط لبعد الولادة. تمام؟ بعد الولادة ما في داعي مثل دوبا يعني كمان مش يعني من الأدوية اللي بتعمل مونيتورينج، لكن إحنا مضطرين له أثناء الحمل لأنه السايد إفكت سوري لأنه ما بيأثر على الحامل يعني ما بيأثر على الفيتوس، فبالتالي هو مجبرين نستخدم المثل دوبا. بعد هيك لا. تمام. أنا رح أعيد المحاضرة كمان مرة، أعرف أنتوا دخلتوا كلكم هون ولا على الساعة هلا الساعة 12، أنا عندي محاضرة كأنه على الساعة 2 صح؟ تمام. اللي حابب كمان يحضر معي المحاضرة على الوحدة خربطوني قد ما بعثوا جداول على الوحدة، واللي بيحب يحضر معنا كمان يعني بتتوقع المحاضرة واضحة. بكتديها نفسها؟ شو بدي أعمل؟ هلا انتوا دخلتوا كلكم ولا احنا مجبرين؟ لا احنا عندنا محاضرة تبعته بس عند الدكتور رمضان. عندكم من 12 للوحدة ولا من الوحدة للتنتين؟ 12 للوحدة. من الوحدة للتنتين شو عندكم؟ فيسيو. خلاص انتوا جروبكم، بس الجروب الثاني ما اتوقع دخل معنا اليوم. امبارح كان حالة استثنائية، كنت تعبانة كثير وما كملت المحاضرة فعشان هيك. يلا اشوفكم على خير، وزي ما حكيت لكم أي أسئلة بنجمعها ونلتقي إن شاء الله قبل، يعني لو عملت لكم مراجعة نص ساعة قبل الامتحان ما عندي مشكلة، جمعوا أسئلتكم واللي أنت بعد ما تدرسوا المادة طبعا ونلتقي. وكنت بدي أشاوركم بعدين إذا بدهم يقسموا ميدترم وفاينل إيش نختار الميدترم، لأنه المواضيع كثير مترابطة عندي بالفارما، فبدي أخلي 3 توبكس يعني الأنتي أريثميا 1 و2 وديسليبيديميا، هدول الموضوع ثلاث مواضيع مش مترابطين مع بعض، بتختاروا لي إما ميدترم أو فاينل. والأنتي أنجينال أنتي هايبرتنسيف 2 والكونجستيف هارت فيلر مع بعض لأنهم مترابطين، يعني ممكن أجيب كيسز تشمل لي أكثر من حالة. فكمان عشان نفكر فيها إنه تقرروا معاي مين نخلي ميدترم ومين نخلي الفاينل إن شاء الله. يعطيكم العافية واستودعتكم الله. يعطيكم العافية. يعطيك العافية. سلام عليكم.